الحديث قبل ان نقارو ويصحدش حديث معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هو افقه الصحابه بالحلال والحرام، يعني سبيسياليست ذي الفتوى يقولني على الحلال والحرام ذي الفيسي في كان سلاريسي في كان الشهاده يجي ان ارحم امتي بامتي ابو بكر. صار رحمه زياده واشدهم في دين الله عمر. يسعد الصفه ثبت الشده في الدين وقاف. واصدقهم حياء عثمان، يسعى عن الحياء زياده ماشي ويض معنا كل حياه كامل، ولكن انت زياده رجل تستحي منه الملائكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر او كما قال. واشدهم في واشدهم حياء عثمان. من بعد ان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يون واسق الموقف عمر الخطاب يحكم سيو الحكم كني زاد الصحابه وساند الى الخلافه كني المهم يحكم. القصه طويله. ابري معاذ ان سرجو يا امير المؤمنين تغلظظ الفتوى ماشي هكا هكا اذ غشو سينا عمر الخطاب إنس لولا معاذ لهلك عمر. ثرويف لي ولي يعني سعنا نورمال عادي سي بور سا ربي في كاس المقدر يعني ما شاء الله عاشنا مخلدون على بالكم شحال يقل القرون ومازال غاشي سننتم اكل مثل يردوني اي بورتون ولاش ولاش اشو دجان ماشي الدريان سني لا ذي الفعايل الانسان إنس لولا معاذ لهلك عمر. لو كان ماشي يفتكد ربي سلك ضيم ولاش ثروي في الليل خطر يغلط يسئلت سامكان. والقصه كلها في موضوع الجلد. الناس يا امير المؤمنين ان جعل الله لك على ظهرها سبيلا ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا، ما جعل الله لك ما في بطنها سبيلا. فروح حاس عمر بن الخطاب نسينا لولا معاذ لهلك عمر. اذا ذا شو دينا معاذ بن جبل يروى الحديث قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب المعايرات لي ديتاي الرسول يحملها صلى الله عليه وسلم تاع صح والله يثمثن مي قراوك تلقى يبلغ المراه مكاتب سحيضه ورجيوث كل شيء نفيد كل شيء نفيد يرنا كان مثلا يردوني ذا اكان مثلا يردوني المعايرات في لونس معايران ثلاث سعايرثا السني وثا كيسياك جوجنت مثلا ميسي مخميني ولكن نغاد تخيل كراويوك ربحا يسالوك الدبلوم الشراويك والو سي بو سا دي الحذاقه دي الشرع ما ثقيم ضقيوث نتواشو تراون سن وربيح نارا وهضره في القرايه نعم ايه باش السيد نتراون سن يونور ربيح سي زيام ولاش ولاش زيام ولاش البياف ولاش الباك شاتكم اصلا زين يظلي مي بيد فيليسيتاسيون يون ديك السن سي لا بروميير فوا دياوي انكوراجمون وايض يبد الباك افيك تيخري الباك تيخري سيزيام تيخار هضر في ليبن وهضر في يطيج هضر في كلش وجرحان الغشي ثني ذولا ونسنات وخا مني جرحان جرحان راه ونس نخسران خسران جرحان راك شيني سي بور سا هي الحذاقه الحذاقه الذوق سلوك الروح اليوم كاتب يخدم كتاب اسميس الذوق سلوك الروح عنوان ممتاز اي غر ذي الحلاقه من عير اخاه بذنب المعيرات ولا ما الذنب النبي صلى الله عليه وسلم بوينس ديون يسوى شراب طبق ناس الحد اس وندي عدلت ياسين شني ولكن يكسوان شراب يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسيب الخضار يعني ساهي هاشمي اي غر لا تعين الشيطان على اخيكم وتعاون ثر الشيطان كونتري مثلا سيتادير تكملهم صافي انت ما يفغى الخضار باللي اسيني زرناك من كذا سكران زرناك من كيني اغاسي خلاص اسي كمل اسي كمل غادي يفغى والوان سي بور سا يا لها الحذر المعايرات ذا لقات عاير ذيون اما سلهلاكي سما سلهلاكي براوي سما خاطي سلعي فيك ساعه لم يمت حتى يعمله ما يليون يتسدو تكنا فيون ويتمتثل ما سيضرش وسيضر ونسى وحديث وايض يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تظهر الشماته باخيك
المعايره تاعي وكذا نيك فيرحمه الله ويبتليك ربي يسيفك الرحمه يوينا شينا كي تجرب نسال الله العفو والعافيه في كنت مغرشيني بصح الدين ولكن سيغي سي سيغي الراوي ولكن الحذر الزر باش تحذري ما يسبلو قراري المسلاي ستعاير وياض خاطر